إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إخواني في الله تذكروا إخواني في الله، ونحن جئنا إلى هنا نطلب الفتح من الله ونطلب النصر من الله ونطلب المدد من الله. تذكروا إخواني ألا أن ليلة القدر قد رفعت بسبب خلاف بين مسلمين. إخواني في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل واحد جاء إلى هنا هيخرج من هنا على قد النية اللي جي بيها. كل واحد جاي بيطلب فتح الأمة محمد، بيطلب نصر الأمة محمد. البخاري جعل هذا الحديث أول حديث في صحيح البخاري، وإنما لكل امرئ ما نوى، جعلوا أول حديث في باب بدء الوحي، كأن البخاري قبل أن يذكر كيف نزل الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام، قال لماذا نزل الوحي على محمد؟ إنما لكل امرئ ما نوى. اللي شايل هم إصلاح الأرض الله يعينه على إصلاحها، اللي شايل هم إصلاح الأمة الله يعينه على إصلاحها، اللي شايل هم إنقاذ الأمة في ذلك الزمن. احنا واحنا قاعدين الوقت بنتحدث يا إخواني، في ناس بتموت على الكفر في كل مكان من دول العالم، في ناس جنوب السودان امبارح خلاص دولة بعلم بكل شيء، قيادات نصرانية، جزء من أرض الإسلام قطع. إخواني في الله، نحن في كارثة، نحن في موقف حرج. الذي قام لله ورسوله سيعان. إخواني في الله، من على ذلك المنبر العتيق، من على ذلك المنبر الذي طالما جهر من عليه بكلمة الحق، من على ذلك المنبر الذي ما تعلمنا كلمة الحق إلا من عليه، من على ذلك المنبر الذي رؤية صادقة بإذن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب من عليه، من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك المكان الذي كان قبل أن نولد وسيستمر منبرا للحق بإذن الله بعد أن نموت جميعا أيا ما كان اختلافنا. إخواني في الله، نحن في أزمة. مصر التي تقود 46 دولة إسلامية في أزمة الوقت، اللي هيحصل في مصر في هذه الأيام 46 دولة إسلامية مستنياه عشان نفس الخطوات تنهجها وتسير وراءها. إخواني في الله، نحن في معركة فاصلة خطيرة. رؤية في الأثر أن إبليس لما وجد آدم، وجد سيدنا آدم كان لسه آدم بين الماء والطين، سيدنا آدم لسه لم يكن قد نفخ فيه الروح، فنظر إليه وقال: لئن سلطت عليك لأهلكنك. إبليس
ابليس ما قالش دعوة للتعايش. ابليس لما لقى ادم ليه قال مش ممكن احنا الاثنين ننجو؟ طب ما احنا الاثنين ننصر. لا، الباطل من اول لحظة عارف ان المعركة اللي بينه وبين الحق معركة وجود. المعركة اللي بين الباطل والحق معركة وجود. الباطل ادرك كده ولازم احنا ندرك كده. اخواني في الله، الايام القادمة ستشهد معركة خطيرة خطيرة، من لم يشهدها من سنوات سيشهدها في الفترة القادمة، بين انصار شريعة الله وبين العلمانيين والمرتدين، كما قال احد يعني شيوخ الصحوة الاسلامية الذين ماتوا رحمه الله ورحمهم الله جميعا، لماذا لا نسميهم باسمائهم؟ انهم المرتدون. انهم المرتدون بنسموهم علمانيين ليه؟ وبنسموهم ليبراليين ليه؟ وبنسموهم تحرريين ليه؟ انهم المرتدون. اخواني في الله، كونوا انصار الله. لو جينا الواحد شيوعي الوقتي، شيوعي شيوعي يعني مش شيعي، شيوعي يعني زي بتوع روسيا كده، غير مؤمن بوجود الله اصلا والعياذ بالله، وقلنا له احنا عايزين نحكمك بالرأسمالية الغربية الامريكية، هيبص لنا ويقولوا انتوا مجانين، انتوا مجانين، انتوا مش عارفين ان هو البعيد عقدته شيوعية ولا ايه؟ انا لا يمكن احكم بغير شريعتي. اذا كان الشيوعي الملحد الكافر بوجود الله رافض انه يحكم بشريعة غير شريعته، ازاي المسلم راضي انه يحكم بشريعة غير شريعة الاسلام؟ ازاي اخواني في الله احنا مقدمين على معركة خطيرة، اللي مستبصرها مستبصرها، واللي مش عارف لازم يدرك من الان المعركة اللي احنا جايين ليها. احنا بفضل الله، بفضل الله اكبر نظام ديكتاتوري على وجه الارض اتغير. ناقص ان الناس هي اللي تتغير، ناقص ان انتوا اللي تتغيروا، ناقص ان احنا اللي نتغير. الفترة الجاية فترة بناء البلد اللي 46 دولة اسلامية مستنين انه يتغير عشان يمشي وراه، البلد اللي كبسوا على انفاسه، البلد اللي كتموا انفاسه لانهم عارفين الطاقات المهولة اللي خرجت منه، كما قال ابن خلدون في المقدمة، من لم يرى القاهرة لم يرى عز الاسلام، وكما قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، قال تعالى اجعلني على خزائن الارض. سيدنا يوسف سمى الخزانة بتاعت مصر، وزارة المالية بتاعت مصر، خزائن الارض. مصر جاها الدور والريادة في العالم طول التاريخ يا اخواني، عشان كده هم يعلمون جيدا، يعلمون جيدا مصر لو قام فيها الاسلام هتبقى ايه. الشيزوفرينيا اللي احنا بقينا فيها دي ازاي؟ الفصام ازاي بقى عندنا فصام ما بين العقيدة والشريعة؟ ازاي؟ ازاي بقى عندنا مستعدين نعتنق عقيدة ما بنحكمش بشريعتها؟ ازاي؟ اخواني في الله، كل الشرائع فشلت. مصر فيها 25 جهاز رقابي، والرشوة اي مصلحة حكومية الواحد بيروح في جيبه اليمين فلوس المصلحة وفي جيبه الشمال فلوس الرشوة. 25 جهاز رقابي فشلت. الشريعة الامريكية اللي هم عايزين يطبقوها كل 34 ثانية حالة اغتصاب، كل كام ثانية حالة قتل، كل كام ثانية حالة بلطجة، كام حالة شذوذ جنسي، كام حالة بلطجة، كام حالة قتل، كام حالة خيانة زوجية، كام كام كام. شرائع فاشلة، حكومات فاشلة، مناهج فاشلة. قال تعالى افحكم الجاهلية يبغون، افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لو انتم موقنين بالطلب بشريعة غير شريعة ربنا، او ما انتوش انصار لشريعة ربنا. اخواني في الله، الذين يتحدثون الان عن شرع الله، انا مش بتكلم الوقت على المادة التانية في الدستور، المادة التانية في الدستور مش الحكومة اللي مش مفعلاها، احنا اللي مش مفعلينها، انتوا اللي مش مفعلينها. الناس في قمة الفساد والحكم الكفر السابق كان قدامهم البنوك الاسلامية والبنوك الربوية، كم في المية اختار البنوك الربوية وحط فلوسه فيها، وكم في المية اختار البنوك الاسلامية؟ عشان نعرف ان الازمة فينا، فينا اولا يا اخواني في الله، احنا اللي لازم نتغير. المحاكم المصرية بتطبق المواريث بحذافيرها، ما عدا بس نقطة واحدة وهي تبع مذهب الامام ابو حنيفة، اللي هي الوصية الواجبة. لو واحد من الاولاد مات تدي الثلث لاحفاده، يعني لو لم تتجاوز نسبتهم يعني، انما بتطبق المواريث في كل حاجة. هل احنا اللي مطبقين المواريث، ولا القرى مليانة اكل اموال المواريث بالباطل، وتأكلون التراث اكلا لما؟ اخواني في الله، المادة الثانية في الدستور قالت ما عادش في حاجة حرام يتحكم بها في البلد.
الحالات دي. كان وفعلا قوانين الاجهاض منعت، قوانين الشذوذ الجنسي والجنسية والمثلية منعت، قوانين كل حاجة ضد الدين اتمنعت من وقتها. احنا كان منكر وصل بينا وقام بينا في هذه الفترة، كفاية منكر الفالنتين، كفاية الف منكر ومنكر. عشان اقول لكم يا اخواني المشكلة فينا احنا، احنا اللي لازم نفعل المادة الثانية من الدستور فينا، احنا اللي لازم نطبق شرع الله فينا. الازمة فينا دلوقتي، احنا اللي لازم نتغير، احنا اللي لازم نعيد بناء الانسان المصري المسلم مرة تانية، احنا اللي لازم نقود العالم مرة تانية باذن الله سبحانه وتعالى. لازم نقوم لله قومة في الشريعة الاسلامية. الذين يحاربون شريعة الله مش عارف ازاي وصلونا للسلبية دي، ان الناس عادي احنا بنطالب بالمادة التانية في الدستور الاسلامية. يا نهار ابيض، هو احنا لسه خايفين؟ هو لسه في ناس مش فاهمة ان احنا خرجنا من المعتقل؟ لسه هنستنى ما يدخلونا معتقل تاني ويجيبوا لنا طاغوت تاني ويحكمونا بشريعة كفرية تاني تتنزل عقوبات الله على المجتمع كله بسببها تاني؟ لسه مستعدين نتوهاون في شريعة الله كما قالت هاجر لابراهيم: الله امرك بهذا؟ قال نعم، او اشار برأسه ان نعم. قالت اذا فلن يضيعنا، الله امرنا بالاقتصاد الاسلامي ده نعم، اذا لن يضيعنا. الله امرنا بالشريعة الاسلامية دي نعم، اذا لن يضيعنا. دي قضية ثقة يا جماعة، قضية ثقة. اانتم اعلم ام الله؟ قضية انت هتختار ربنا ولا مونتسكيو وجان جاك روسو؟ قضية انت هتختار ربنا ولا هتختار ديمقراط وهتختار جيمس فينس؟ قضيت انت هتختار ربنا ولا هتختار هو ربنا؟ هي شريعة ربنا هتنزل الانتخابات؟ هي دي قضية انتخابات؟ هي دي قضية هنحط صوتنا نعم ولا لا؟ نعم اعطي صوتك لمن خلقك. هي دي القضية. هي قضية الذين يريدون ان يحيدوا شرع الله عن الحكم في مصر، اولئك يريدون ان يتعامل الشعب المصري مع الله كما تعامل في الايام السابقة مع حسني مبارك. يريدون ان يتمرد الشعب المصري على حكم الله، عايزين يقولوا ربنا ملكش حكم علينا. الذين يريدون ان يتحاكموا الى شريعة الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، وقد امروا ان يكفروا به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قضية منتهية، الدين ما سبهاش لينا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. مش فاولئك كفرة او اولئك كفروا، فاولئك هم الكافرون. قضية منتهية، قضية ايمان او كفر، قضية شريعة الاسلام، قضية ان احنا نحكم بالشرع او لا نحكم بالشرع. يا اخواني قضية منتهية. لا، الذين يريدون ان يتحكموا الى شريعة غير شريعة الله، يريدون ان يجعلوا الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم، والعياذ بالله تملك ولا تحكم. الله يملك ولا يحكم؟ محدش، ربنا لا يحكمنا. يا اخواني يا اخواني، ده قضية من اخص قضايا التوحيد والايمان، قضية شرع. قال تعالى: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يا رب حرب من الله ليه؟ عشان حكم واحد من احكام الشريعة الاسلامية بس، حكم واحد من احكام الشريعة الاسلامية في الاقتصاد بس، حكم واحد اسمه الربا. لما هتمنعوه هتتحاربوا من ربنا سبحانه وتعالى. فما بالنا لو عطلنا الشريعة كلها، لو عطلنا الشريعة كلها هنعمل ايه؟ هيبقى العقوبات شكلها ايه؟ قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، لو الناس عقبت شرع ربنا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات، لفتح على مصر بركات، كما قال عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب: والله لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، لفتحنا عليهم بركات. مصر اللي فيها أطول نهر في العالم بتشحن، مصر اللي شواطئها الشرقية والشمالية كلها بحار وثروة سمكية وثورة من اللؤلؤ والمرجان، الديون بتاعتها الدخل القومي ممكن ما يجيبش عائد الفوائد الربوية بتاعتها. مصر اللي مليانة بترول ومليانة ذهب ومليانة معادن الدنيا كلها. مصر اللي ربنا سماها في القرآن الارض، الارض، كلمة الارض كلها
اتسمت على مصر اجعلني على خزائن الارض. وذكر في غير موضع نفس ذلك اللفظ مصر. نأتي الان يا اخواني احنا في معركة فاصلة، معركة عايزة جنود لله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ربنا مش محتاجنا عشان ننصر دينه وننصر شريعته، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. احنا في ابتلاء الوقتي، احنا في اختبار الوقتي. هنختار ربنا ولا مش هنختار ربنا؟ هنختار شريعة ربنا ولا مش هنختار شريعة ربنا؟ كونوا انصار الله. هنبقى انصار الله ولا مش هنبقى انصار الله سبحانه وتعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يقام حد من حدود الله، في صحيح ابن ماجه، لان يقام حد من حدود الله خير من ان تمطر السماء 40 ليلة على ارض الله عز وجل. خايفين من شريعة ربنا، خايفين على الاقتصاد بتاعنا. يقول لك انتوا طب هتعملوا ايه؟ طب لو دخلنا في حرب مع اسرائيل بسببكم. نفس الكلمة اللي اتقالت في القرآن، ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. نفس الكلمة، نفس الكلمة. هو احنا يا جماعة تبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه؟ احنا بقت قضيتنا، احنا ايه اللي مريحنا؟ واحد من الناس بقول له احنا عايزين الحرية، قال لي ليه؟ قلت له احنا عايزين يبقى عندنا حرية اللي يحكم، ننتخب اللي يحكمنا. قال لي ليه؟ ولو ان مش ده النظام الاسلامي الكامل، النظام الاسلامي الكامل اروع من هذا واعظم من هذا. ولو جت فرصة في تلك الخطبة هقول لكم عليه. نظام الاسلام في اختيار الحاكم الذي لم يقترب منه على وجه الارض احد الا دولة واحدة بس، اللي هي امريكا. هي اقرب دولة في نظام انتخاب الحاكم الى النظام الاسلامي. ايه اقرب دولة؟ وان لم تكن اصابت النظام كله، بقول له عايزين نختار الحاكم بتاعنا. قال لي ليه؟ قلت له لان لو في حرية الاسلام هيجي. قال لي عن الحرية هتجيب الاسلام؟ قلت له قال مش عايز الحرية. ما اناش عايز الحرية، دول ناس من وسطنا، من بني جلداتنا. يجب ان ننتبه اخواني في الله، يجب ان ننتبه. شريعة الله اللي اسقف بريطانيا قال عايزين نطبق في الغرب شريعة الاسلام في المواريث، وطلعوا عليك يموتوه حتى تراجع. والنصارى في مصر بعضهم اللي قال عايزين نطبق شريعة الاسلام في الطلاق، وغيرهم اللي قالوا عايزين. وايام الازمة الاقتصادية العالمية اللي فاتت لما علماء اقتصاد العالم قالوا الحل هو الاقتصاد الاسلامي. انت عندك الوقت في بريطانيا بس 70 مصرف اسلامي، في بلادنا اللي ممنوع فيها، بنك اسلامي بحقه حقيقي، بنك اسلامي كامل شامل. لما عامل شركات توظيف الاموال ذبحوها. ليه؟ عشان ما يبقاش قدامكم غير الربا، عشان ما يبقاش قدامك اختيار ما بين الحلال والحرام. يا حرام يا حرام، مفيش بديل. امريكا فيها 26 بنك اسلامي، اوروبا فيها ما يقرب من 400 بنك اسلامي. احنا اللي محرومين من الاسلام، الغرب بيوصل للاسلام واحنا اللي محرومين منه، واحنا اللي مش عارفين ان احنا نطبق ديننا. تلك الشريعة العظيمة الخالدة، تلك الشريعة العظيمة الخالدة اللي باعت الديون بالديون اللي الشريعة الاسلامية حرمته، هو السبب ان 12 مليون بريطاني قعدوا في بيتهم في 6 شهور في الازمة اللي فاتت. الزكاة نوع واحد بس من انواع الزكاة، مش الزكاة كلها. ده في زكاة زروع، وفي زكاة عروض تجارة، وفي زكاة، الزكاة انواع كتير. نوع واحد بس من انواع الزكاة اللي هو زكاة الزروع، نوع واحد. لو طبق تتقفل وزارة التموين. ما عدناش عايزين وزارة التموين. ليه؟ لان زكاة الزروع اساسا على الاقوات اللي احنا بنسميها شنطة رمضان اساسا، يعني اساسا طبعا جملة دون تفصيل. الاقوات اللي بيسميه الناس الخزين، الحاجات اللي زي دي هي دي اللي عليها زكاة اساسا. وما بعد هذا يختلف فيه. دي الحاجات اللي عليها زكاة. لو دي طلعت ما عدناش محتاجين وزارة التموين والذل اللي بيسنوه للشعب في هذا الامر. لو طبقت الشريعة يا جماعة، ماذا لو اخترنا شرع الله؟ يا جماعة؟ انتوا ما شفتوش قبل كده جراح ماسك مشرط وبيقطع حتة من عيان؟ انت بتعمل ايه؟ ايه القسوة اللي انت فيها دي؟ انت بتعمل ايه؟ محدش قال له كده. ليه؟ واثقين انه ما بيعملش كده غير في قمة الرحمة. تيجي الوقت تتكلم في الحدود، ده قمة الرحمة من الله سبحانه وتعالى. لما الحدود غابت حصل ايه؟ بتسمعوا عن الجرائم ولا ما بتسمعوش؟ بتقرأوا في اخبار الحوادث وبتنزلوا اسامي الشرطة ولا لا؟ سامعين عن اللي قتل ابوه لانه هدده انه هيعرف زوج جارتهم بتلك العلاقة القذرة والعياذ بالله اللي بينه وبين تلك الجارة؟ سامعين عن اللي قتل امه عشان مراته يرضي مراته؟ سامعين عن اللي موتت ابنها
قربته عشان والعياذ بالله تستطيع ان تصل الى علاقة زنا محرمة، وبعد كده ذلك الفجر الذي معه هو اللي بلغ عندها. سمعين لما الحدود راحت الجرائم بقى شكلها ايه؟ سمعين لما القصاص راح الجرائم بقى شكلها ايه؟ وكل الحدود اللي في الاسلام 8 حدود بس، 8 حدود وقصاص بس، بس ده كل ده، ولكن بتلجم الاجرام الوحش اللي عند بعض الناس الجامد. اخواني في الله، قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن يعني اي حد، لو بعد 10,000 سنة محدش يجي يقول خلاص ده كان زمان. ومن لم يحكم بما، ما لفظ شامل يفيد الشمول، يعني اي حكم، يعني لا يسع اي حد انه يخرج عن اي حكم من احكام الله. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، الظالمون، الفاسقون، الكافرون. 3 اوصاف للمبدلين لشرع الله سبحانه وتعالى، 3 اوصاف. قال تعالى افحكم الجاهلية يبغون، عايزين حكم الفرنساوي، البلد اللي مش زي بلدنا، ولا ناسها زينا، ولا اعرافها زينا، ولا دينها زينا، ولا تاريخها زينا، عايزين حكمهم في ايه؟ البنوك الربوية اللي كل ما اتكلم حد يقول لك وهتعملوا ايه في البنوك؟ ده البنوك دي اللي خربت بلدكم، ده البنوك دي اللي خربت مصر. ازاي؟ ما هو بيديك بالربا. عارفين ان البنوك في امريكا الفايدة بتاعتها 0%، تكاد تصل الى 0%. ليه؟ يقول لك ما انا الوقت لما كل واحد يوم حاطط لي فلوسه في البنك، حاطط فلوسه، البلد ماتت. ليه؟ لان خلاص انا بدل ما اروح افتح مشروع اشغل، هو انا لو فتحت محل ملابس انا شغلت كم واحد؟ ايه؟ شغلت 50 صنايعي هيبلطوا وهينقشوا وهيمحروا وهيركبوا كهرباء. طيب وايه كمان؟ وكمان شغلت 2-3 يساعدوني في المحل بس كده؟ لا، وشغلت 100 مصنع، 100 مصنع ملابس اخد منهم جملة، وكمان شغلت 200 عربية سواقة قاعدين ينقلوا على الطرق السريعة ما بين المصانع والمحلات، وكمان ده عشان انما البنوك موتت الاقتصاد، البطالة اللي في البلد بسبب البنوك، بسبب الربا بتاع البنوك، لان خلاص. طب البنوك خدت فلوس الناس، ها الحكومة كده اطمنت ان فلوس الشعب كلها مش معاك ومحدش منكم معاه فلوس الوقت، كل واحد اللي معاه 1,000-2,000 جنيه في بيته والباقي في البنك. حد يقدر في ثورة زي اللي فاتت كان يدعو من الناس؟ لا يمكن. حد يقدر لو قامت دعوة اسلامية تطبيق شرع الله يديها فلوس؟ الشعب معهوش فلوس اصلا، الحكومة خدت فلوس الشعب حطتها في البنوك، ضمنت ان الشعب معهوش فلوس، سيولة في اي لحظة تمنع عنك فلوسك. طيب وبعد كده البنوك خدت الفلوس عملت بيها ايه بقى؟ شغلتها؟ لا يا حبيبي، العاولين دول هيشغلوا ايه؟ حطوها في بنوك سويسرا واوروبا، ياخدوا منهم 20%، يدوك 10% وياخدوا الباقي، يبقى هم كده هم كمان موتوا البلد. طب وبره خدوا الفلوس عملوا بيها ايه؟ سلفوها لنا. سلفوها لنا ليه؟ اصل هم هيصدروا لنا غسالات وتلاجات وفيديوهات وكل حاجة، فلازم يبقى معانا فلوس عشان نشتريها. طب ولما سلفونا الفلوس واشترينا بقى اللي هم عايزينه حصل ايه؟ ادينا ديون كارثية. مصر نسبة الديون بتاعتها ديون كارثية، بقينا دخلنا في مصيبة اقتصادية. كل ده ليه؟ عشان الاسلام ما يحكمش. ليه؟ ما كانش شركات توظيف الاموال المضاربة الاسلامية، وشوفوا في افكار التمويل في السلم والسلم الموازي وعقود الاستصناع الاسلامية 1000 حل في الشارع لتشغيل اموال الناس. لا اسلام لا. طب يا جماعة ال 16 مليون عنس ومطلقة اللي في مصر دول يزنوا والعياذ بالله، يا عم انت بتقول ايه؟ اسلام لا. اي حل تبع الاسلام لا. ان شاء الله الدنيا دي تتفجر كلها، انما الاسلام لا. عداء رهيب لدين الله ولشريعة الله سبحانه وتعالى. عدالة الشريعة، احنا انتوا مش عايزين العدل؟ مش الناس في المظاهرات كانوا بيقولوا العدالة؟ لما عمر بن الخطاب استقال بعد 2 سنين من القضاء في العراق بيقول لسيدنا ابو بكر ايه؟ مفيش قضية جاية محدش بيتحكم. ليه؟ الناس عارفة العدل، الناس عارفة انه هيجي محدش هياخد فوق حقه، اروح ليه؟ انما دلوقتي النهب والسرقة باسم القانون والاعتداء على الحقوق باسم القانون، ويبقى الوضع كما هو عليه، ويقول لك العقد شريعة المتعاقدين. ده كلمة كفرية، العقد شريعة المتعاقدين، يعني لو 2 اتفقوا على عقد ربوي يبقى ده الشريعة بتاعتهم. يا سلام، الاسلام شريعة المتعاقدين، شريعة الله يا شريعة المتعاقدين.
اخواني في الله، 100 سنة كاملة من بعد ما نزل حكم الله بالحدود لم يطبق الحدود الا 6 مرات، لم يطبق حد زنا الا 6 مرات في 100 سنة. يبقى الاحسن بيوت الخنا والبغاء المنتشرة، الاحسن السرقات والله لو عملوا 1000 سجن و1000 اشغال شقة والله لن يغني ذلك عن حكم الله وعن شريعة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة فين الثقة في الله يا اخواني؟ الثقة في الله. يقول لك يا عم المواريث انتوا بتدوا للمرأة نص الراجل، يا عم انت بتحسبها ازاي؟ عامل زي بالظبط كده واحد في وشه حسنة، الكاميرا قامت مسلطة على الحسنة فبقت الكاميرا سودة. قال لا ده منظر صعب او ده منظر مش جميل. لا، هات الكاميرا على الوش كله هتلاقي الحسن، الحسنة دي بعض الناس بعض النساء ترسمها في وشها عشان تبدو اكثر جمالا. يبقى حط الموضوع نظرة شمولية، ما تقوليش ده واخدة نص الراجل، ده معظم الحالات اصلا ما بتاخدش نص الراجل. انما المرأة غير مكلفة باي انفاق على اي حد، والرجل مكلف بالانفاق عليها في كل الاحوال، وهي في بيت ابوها ابوها اللي يصرف عليها، راحت لبيت جوزها جوزها اللي يصرف عليها، جوزها مات ابنها اللي يصرف عليها، هي ما عليهاش مصاريف اصلا، هي ما عليهاش مصاريف، ده حاجة كده كأن هي بتتأمن بس كأن يبقى لها كيان اقتصادي، انما مش مطلوب منها حاجة اصلا. يبقى لما تبص على الموضوع ككل، ما تجيش تقول لي الجراح بيشيل حته، ما الجراح لو ما شالهاش الجسم كله هيموت، الناس كلها هتموت يا اخواني. الله امرك بهذا، اذا لن يضيعنا، ربنا لن يضيعنا لو اخترنا شرع الله، ربنا لن يضيعنا. اطول ايه في القران هي ايه المداينه، قال تعالى، قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. واحد جه يستلف منك 500 جنيه، اكتبه. وفي حاجه اسمها الكاتب، ليكتب بينكم كاتب بالعدل. يعني ايه كاتب؟ يعني ايه كاتب؟ الكاتب ده وظيفه الناس ما اخترعتهاش، احنا اخترعنا الطبيب والمهندس لان احنا محتاجين نسكن ونتعالج. الكاتب ده وظيفه نزلت من فوق 7 سماوات، اللي هي زي المحامي الوقتي، زي الشهر العقاري الوقتي. الوظيفه دي نازله من فوق 7 سماوات عشان ربنا يحفظك حقك، ربنا بيحفظ حقك، ربنا بيرعى حقك سبحانه وتعالى. عشان كده آية المداينة اللي هي اطول آية في القرآن سماها بعض العلماء ارجى آية في كتاب الله. ليه؟ قال لك لان اذا كان كل ده عشان حق صغير من حقوقي ربنا بيرعاه ليا، ربنا بيحفظه ليا، امال بقية حقوقي في الدنيا والاخرة ربنا يرعاها قد ايه؟ سماحة الشريعة لما ابن تيمية راح ياخذ اسرى المسلمين من ملك التتار اداله المسلمين وساب النصارى، قال له لا، اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا. اللي كان بيحمي الكنائس الفترة اللي فاتت هو المسلمين اللي كانوا بيحموها، في حين ان اللي كانوا بيفجروا الكنائس هم المبدلين لشرع الله سبحانه وتعالى. الاثر التاريخي المشهور وان كان في صناديق كلام، لما ابن نصراني من نصارى مصر راح يشتكي رئيس الجمهورية في مصر او رئيس الدولة في مصر للخليفة مسلم عمر بن الخطاب، واخذ له عمر بحقه واعطى له حقه. احنا يا جماعه الشريعة بتاعتنا هي التسامح، هل تعلمون ان في باب الوقف في الفقه المعاملات اللي هو فقه الشريعة الاسلامية، باب الوقف، ان يجوز الوقف لواحد من اهل الكتاب لنصراني من النصارى، يجوز الوقف صفية اوسط لاخيها اليهودي اوقفت لا وقف، يعني يجوز انك انت توقف تلت صوصيتك تلت ثروتك توقفها لحد من اهل الكتاب. الجزية، يقول لك الجزية انتوا بتعملوا في الجزية وبتاخدوا، يا جماعة الجزية دي ما احنا امة مجاهدة، انتوا فكركم ان الوضع اللي احنا فيه ده الوضع العجيب ده العلماء فرضوا على الامة غزوة سنوية، العلماء قالوا فرض على امة محمد انها تخرج مرة في السنة للجهاد. لازم، عشان كده احنا مثلا في 1200 سنة ما خرجناش فيهم، يبقى احنا علينا 1200 غزوة للاسلام، حق الاسلام علينا. فتخيل ان احنا هنجاهد نصارى، طب لو خدنا النصارى نجاهد بهم النصارى ينفع؟ ما ينفع، ده رحمة بهم، هم يقعدهم ويدفعوا ذلك المبلغ وهم يقعدوا. وفي بعض زمان في الدولة الاسلامية لما عجز عن حماية النصارى لم يؤخذ منهم الجزية. اخواني في الله،
نريد ان ننتبه الى قيمة الشرع اللي في ايدنا. انا مش بقول لك شرع ربنا، اختار شرع ربنا وانصر شرع ربنا عشان ما تدخلش جهنم. عشان ما تدخلش جهنم، لان اولئك هم الكافرون، ولان ده حكم الجاهلية، ولان لو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اللي مش هيتحكم لشرع ربنا ده بيختار الكفر على الايمان، بيستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير، بيتبدل الكفر بالايمان والعياذ بالله. انما انا بقول لك اختار شرع ربنا، لان ده الثروة. انتوا مش عايزين انطلاق، مش عايزين عدل، مش عايزين حرية، مش عايزين رحمة، مش عايزين تقدم، مش عايزين اصلاح الدنيا واصلاح الاخرة. ربنا جمع كل اسباب النجاح في كتاب واحد، شرع الله سبحانه وتعالى. هو ده السبب للتقدم، هو ده السبب للانطلاق، وما سواه لن يؤدي الى اي شيء. اخواني في الله، ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله. اللي يظن ان ممكن يحكمنا حد غير ربنا، اللي يظن ان ممكن يحكمنا حد ارحم من ربنا، احكم من ربنا، اعلم من ربنا، يبقى كفر والعياذ بالله. فلا حكم الا لله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، لما حدث ما حدث في غزوة أحد، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، هو والصحابة وكلهم ممزقين بالجراح، ووقف أبو سفيان عند سفح الجبل وهو يقول: أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم لا تجيبوا، محدش يتكلم. الموضوع الوقتي شخصي، مش عايزين شخصا القضية الوقتي خالص. فلما قال: أعلو هبل، ولما كان الأمر في حق الله، وكان الأمر في حق شريعة الله، وكان الأمر في حق دين الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ ألا تجيبوه؟ يا رسول الله، ده احنا لو نصقنا الوقت ممكن المعركة تتفتح تاني، وممكن المناوشات الكلامية دي يحصل استفزاز والمضايا يوم تاني. ما ينفعش تسكت لو المضايا يتعلق بحق الله. ألا تجيبوهم يا أيها المسلمون؟ ألا تجيبوهم؟ ألا تقولون لا نريد أن يحكمنا إلا شرع الله؟ ألا تجيبوهم؟ يا جماعة، الناس بتقول شبهات غريبة، يقول لك هو الوقت الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية، طب الوقت لو حكمتونا هتخلوا الرجالة كلها تربي الأناه، وكل الستات تتنقب، وكلنا نلبس بناطيل قصيرة، وهتلغوا المصايف والسياحة اللي بنكسب منها وبناكل منها لقمة حرام ولا حلال على الاختلاف في المسألة؟ طب والبنوك هتعملوا فيها إيه؟ ها؟ إحنا طبعا هتقفلوها. هو دماغه مخيلاله كده، ومش عارف حاجة عن الشريعة أصلا. هو لو عارف حاجة كان التزم بهذه الشريعة في حياته الخاصة على الأقل. طب وهتعملوا ايه؟ اللي محدش ينفع حد يمشي مع واحدة ما تعرفهاش، ومش أي واحدة، تلبس أي لبس في أي مكان، وتتكلم مع أي واحد، ومش أي واحد وواحدة ينزلهم يتمشوا في أي حتة في الوقت اللي هم عايزينه، ومش أي حد يفتح أي قناة يعرض فيها اللي هو عايزه، ومش أي موقع قذر يبص اللي هو عايزه، وأي واحد يدخل على الموقع اللي هو عايزه. أنتوا هتعملوا فينا ايه؟ والسجاير هتمنعوا السجاير غير عننا؟ طب المخدرات وقلنا ماشي، كمان السجاير هتعملوا فينا ايه؟ هنعيش حياة؟ والله يا اخواني، ونحن نتحدث مع الناس او نستمع الى حديث الناس، انا تذكرت تماما من عدة سنوات لما كان الواحد يقف يكلم بعض شباب النوادي سواء هنا او في القاهرة ويقول له التزم، افتكرت نفس الكلام بالظبط. الشبهات اللي في صدور الناس تجاه شريعة الله هي اللي في صدور الناس تجاه الالتزام بدين ربنا في حياتك الخاصة. الناس خايفة من الدين، عايز يقول لك انا هتعيشونا حياة خنيئة. يا ابني هات كل اللي انت هتتكلم عليه ده، وهات شرايط الاغاني والالبومات وعلب السجاير والقنوات الفاسدة والهارد ديسك اللي مليان افلام قذرة، هات كل ده وحطه قدامك واسأل نفسك: انا كسبت من وراء ايه؟ وانا خسرت من وراء ايه؟
يا جماعة الشريعة دي حياة. الشريعة دي اعظم رحمة ربنا نزلها لنا من السماء لينا. ربنا ما سبناش نظلم ونتظلم ونجهل ويجهل علينا. ربنا نزل لنا شرع من عنده. تختاروا زويل ولا ربنا؟ تختاروا البرادع ولا ربنا؟ تختاروا امريكا والغرب ولا ربنا؟ تختاروا القانون الفرنسي ولا ربنا؟ نختار مين يا جماعة؟ احنا وصلنا لدرجة ان احنا بنقول هنختار مين. احنا وصلنا لدرجة ان الموضوع ده بقى موضوع انتخابات يقضى. يا جماعة بقالنا 1000 سنة في الذل. ايام زمان امطري حيث شئت فان خراجك سيصل اليه. قمة الاقتصاد مع شرع ربنا. ايام زمان من امير المؤمنين الى مكفور كلب الروم. ان جوابي ما سترى دون ما ستسمع. قمة العزة مش وزير روسيا اللي رفع الجزمة على وزير المغرب. قمة المذلة زمان لما المرأة المسلمة كانت في عمورية البلد الرومية النصرانية واقفة في السوق بتشتري. واحد رومي ربط ديل فستانها في طرحتها بدون ان تشعر. قامت فانكشف بعضه يعني بعض رجلها فصرخت وقالت ومعتصمة. وقف اللي عمل فيها كده يضحك عليها يقول لا سيأتي لك على فرس ابلش او شوية ويجي لك خليك بقى. فلما وصل الخبر الى المعتصم عمل كتيبة كلها على افراس بلجاء كلها كل اللي راكبين عليها على افراس بلجاء. وانطلق الى عمورية وطلب تسليم ذلك الرجل. فلما رفضوا فتحت عمورية. وكان يوما من ايام الله قال لهم فين المكان اللي المرأة دي شتمت فيه فين. فلما ذهب الى المكان واتوا له بالمرأة قال لها لبيك يا اختاه انا المعتصم. لبيك يا اختاه انا المعتصم. ومرت الايام وبقى بيجيلنا رسائل ومباركات. والراجل بتاع فلسطين ده اسمه ايه؟ الراجل الضل البهائي ده اسمه ايه؟ و مش مشكلة اسمه، مش مشكلة هيروح في مزبلة التاريخ ان لم يهديه الله. زي امثاله، زي امثال الكثيرين. وفلناه وفلناه. دلوقتي بقوا بيبعتوا يقولوا مش عايزينكم تبعتوا لنا رجالة يدافعوا عننا، النساء في الشيشان والعراق. عايزينكم تبعتوا لنا حبوب منع حمل حتى لا نحمل من هؤلاء الكفار. حتى لا نحمل من هؤلاء الكفار. المرأة اللي استغاثت بالمسلمين من سجن ابو غريب كانت نهايتها من كتر القهر اللي هي فيه وعدم تحمل اغتصاب الكفار لا ظلت تدك رأسها في الحائط حتى قتلت. حتى قتلت نفسها من كتر القهر اللي هي فيه. من كتر القهر تبدلت الايام. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان ما نعيش مسجونين في الدنيا. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان نبقى بني ادمين. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان ما عدنا ما نبقاش غنم نتساء. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان نقود الدنيا تاني. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان 5 مليار كافر اللي شغلوا كل واحد مننا في لقمة عيشه ونسينا رسالتنا ومهمتنا. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان نلاقي وش نقابل برسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. عايزين شرع ربنا ليه؟ عايزين شرع ربنا. اخواني في الله اذا تكلمنا عن شرع الله هنتكلم عن ايه؟ كل زمان الاسلام له فيها معجزة. الاسلام له معجزة. يعني لما كانت معجزة الناس البلاغة جت بلغت القرآن. معجزة هذا الزمان للقرآن ايه؟ الشريعة. لان احنا في زمان الايديولوجيات، في زمان التكتيكيات والاستراتيجيات والمذاهب الفكرية. واللي بيصحى الصبح ما يلاقيش حاجة يعملها يعمل له قانون اما يشوف حاجة يعملها. احنا في ذلك الزمن. عشان كده اعجاز الاسلام الان واعجاز الشريعة. فلو تحدثنا عن رحمة الشريعة وعن عظمة الشريعة وعن سبق الشريعة والله حديث لا ينتهي لا ينتهي. كل كلمة في كل آية من آيات الاحكام في القرآن او آيات غير الاحكام اعجاز تشريعي مهول. كل حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجاز تشريعي باهر. طب هتعملوا ايه؟ مجلس الشعب في الاسلام ايا ما كان اسمه يتسمى مجلس شرباء العلماء ولا مجلس الشعب في الاسلام مش وظيفته ان شوية منتفعين ماليين كل واحد دفع له 20 مليون جنيه عشان يدخل مجلس الشعب ياخدهم 200 مليون ويبقى في حصالة على فلوسه. ولما يجوا يقولوا لهم طلعوا قانون هيطلعوا قانون على مصلحتهم. طبعا حكم جاهلية. حكم جاهلية. مجلس الشعب في الاسلام بيكون من العلماء والحكماء اللي عندهم رسوخ في فهم الشريعة. ووظيفتهم مش ابتكار قوانين. وظيفتهم استخراج من النصوص الخطيرة في القرآن والسنة استخراج روشتات
روشتات لكل مشكلة، استخراج علاج لكل مشكلة. فنعم الشرع شرع ربنا. امال الحاكم بيختار ازاي؟ ايران لما جم يختاروا الحاكم بتاعهم، ام طلع واحد عنده ميول علمانية كده بس ظريف ولطيف وجميل ووسيم وسياسي ولبق و و و و وام طالع الشعب اختاره في الانتخابات اللي فاتت دي، الشعب اختاره يا نهار اسود. واحنا كان 40,000 واحد بيموتوا مننا تحت دبابات الجيش عشان في الاخر نعمل ثورة شيعية، يقوم جاي واحد علماني واخدها مننا بالانتخابات؟ غباء. لان مش ده نظام الحكم في الاسلام اصلا. نظام الحكم لو منه للعوام على طول، العوام لو طلع لهم واحد كافر بس ظريف ولبق هيختاروه. العوام لما نزل زوال يقول لهم دولة مدنية. مدنية يعني ايه؟ يعني امك ما تلبسش حجاب. ليه؟ امنا. طب ما انت قلتش مرات ده حاجة. يا حبيبي، لان ده هيفرق بين المسلمة والنصرانية. احنا عايزين دولة لا تفرقة فيه، عايزين دولة ليبرالية. يعني ايه ليبرالية يا برادعي؟ يا ايها الليبرالي اللي بنتك متجوزة نصراني كافر، اللي بنتك المسلمة متجوزة نصرانية لانها ليبرالية غير اسلامية، انما حضرتك ليبرالي اسلامي. يعني ايه ليبرالية؟ ليبرالية يعني اي حكم يحكمنا الا الاسلام. ليبرالية يعني مفيش حاجة اسمها راجل وست، ممنوع رجولة اصلا، مفيش حاجة اسمها نتكلم عن الرجولة. ده مش كلامنا، ده كلامهم هم، ده الفاظهم هم. ليبرالية يعني في الاقتصاد اي مصدر تكسب منه فلوس اكسبها، واي حاجة عايز تصرف منها الفلوس اصرفها. يعني حرية. ليبرالية يعني ما تقوليش ان نتنياهو ابن القيم يا حبيبي، ما تقوليش الائمة الاربعة ماليش دعوة. ليه يا حبيبي؟ لان الليبرالية معناها ان انا افهم النصوص بدماغي، مفيش اي قيود، مفيش اي. ليبرالية يعني ضد العبودية لله. شوفوا يعني ايه عبودية لله واسلام لله. الليبرالية هي اكتر نظام ضد الاسلام لله وضد العبودية لله. الناس دلوقتي لو طلع لها اي واحد ظريف لطيف، ايوه يا عم تعالى هات الراجل الطيب بتاع هيئه الطاقه الذريه اللي ضيع العراق اهو، هاتوا يحكمنا يا جماعه. او الشاب المخترع بتاع الفيمتو سكند باوز ويل اللي بيقول عايزين دوله علمانيه لا دنيا، ده هاتوا يا جماعه يحكمنا يا جماعه، هاتوا يا جماعه الناس الظريفه دي. ما هو الشعب مش عارف حاجه. امال الاسلام بيقول لك ايه؟ الاسلام شفت النظام الامريكي؟ امريكا ما يقول لك ما فيش حاجه اسمها ان الشعب ينتخب الاول للي تبع الانتخابات الاخيره او اللي قبلها او يقول لك في حاجة اسمها الشعب ينتخب الاول. ليه يا عم؟ ده انتوا امريكان وبتقولوا الحرية. يقول لك لا، اصل الشعب ما يقدرش يبقى اول مرحلة الاولى في الانتخابات، الشعب هو المرحلة التانية. امال ايه المرحلة الاولى؟ قال لك لازم حكماء البلد الاول، الناس اللي فاهمة قوي، بتوع الفكر قوي، بتوع فهم الاصلاح قوي، يتعمل لهم مجلس الاول كده اسمه الكونجرس، ويتعرض المرشحين الاول على دول، يتصفصفوا وسطهم لحد ما يوافقوش غير على اللي شايفينه اصلاح بحق وحقيقي. صفصفناها على اتنين، نقوم منزلين. انتوا رضيتوا يا كونجرس يا حكماء البلد ان الاتنين دول اي واحد فيهم يحكم انتوا مش زعلانين؟ انتوا شايفين البلد مش هتضيع؟ نزلوا للشعب بقى ينتخب، نزلوا بقى يا شعب انت تختار مين؟ عايزين فلان او عايزين علان. ده النظام الامريكي. لما عمر بن الخطاب جاء ليموت عين ستة ثم عرضوا على حاجة عندنا اسمها اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد عندنا دول اللي هم في مصر كده اسمهم مجلس الشعب، اللي هم في امريكا اسمهم الكونجرس، اللي هم في عند اليهود اسمهم الكنيست، اللي هم اعلم واحكم افراد الامة، الناس اللي فاهمة شرع قوي وفاهمة الواقع قوي. الناس دي الاول يعرض عليها. انتوا ترضوا من 500 واحد اللي كل واحد طالع يقول انتخبوني تشيدوني، ده ترضوا مين من دول؟ او انتوا ترشحوا اصلا مين من دول؟ احنا راضينا للامة فلان وفلان او فلان او فلان او فلان، رضيتوا دول؟ ايها الشعب تعالى انتخب بقى. انما لو من نقل الشعب على طول ممكن واحد كافر ياخد الحكم. ودي المصيبة اللي ايران الوقت مش عارفة تلمها، لانه غباء، لانه بيطبقوا جزء، لانهم منكرين معظم السنة، فمش قادرين يلموا الشريعة الاسلامية، مش عارفين يجمعوا الشريعة الاسلامية، قاعدين يرقعوا ياخدوا حتة من اوروبا على حتة، مش عارفين. مباحث امن الدولة هنعمل فيها ايه يا جماعة؟ خلاص يا جماعة يا اخواننا، خلاص الموضوع راح. انتوا لسه متوهمين انكم في المعتقل. لو فضلنا كده هندخل المعتقل تاني بعد 5-6 شهور. مباحث امن الدولة هنلغيها؟ لا. هو ايه فكرة امن الدولة؟ كلمة امن الدولة اصلا، سيبكم من الكلمة اللي دنست بجرائم هؤلاء، عايزين ايه فكرة امن الدولة؟ فكرة امن الدولة اصلا ان ازاي الدولة تبقى امنة؟ هو يقول لك الشرطة في خدمة الشعب والشعب في خدمة الشرطة والكلام الفارغ اللي بيقعدوا يضحكوا مع الناس، وهو الحقيقة ان الشعب والشرطة والحكومة في خدمة الحاكم، هي دي الحقيقة اللي هم بيعملوها. انما ايه امن الدولة الحقيقي؟ امن الدولة ان ربنا ما يحاربناش،
عمرنا ما هنبقى امنين ان لو ربنا معانا، عمرنا ما هنبقى امنين لو في معاصي جهرية في الشوارع يتنزل عقوبات على المجتمع كلها بسببها. يبقى يتحول مؤسسة مباحث امن الدولة الى منظمة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بفقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان امن الدولة الحقيقي ان مفيش زنا يحصل في الشوارع. امن الدولة الحقيقي ان المشاية ما يحصلش فيها المنكرات اللي بتحصل، كل شاب وفتاة وانتم. امن الدولة الحقيقي ان يبقاش في موقع جنسي موجود. امن الدولة الحقيقي ان يبقاش في قناة جنسية بتبث على فضائياتنا. ده امن الدولة الحقيقي، والا فاذنوا بحرب من الله. ده مباحث امن الدولة. طب الوزراء هتختاروا لنا الوزراء ازاي؟ الوزراء هيبقوا ايوه يا عم هتجيبوا لنا الشيخ فلان والشيخ علان وتقولوا ده وزير البتاع وده وزير البتاع وده وزير مش عارف ايه، وهتختاروا حسب الدين. وده كلام غلط يا جماعة. ليه؟ لان احنا عايزين دين بس مش عايزين شخص جاهل. الا هو كل واحد اسلامي يبقى يحكم؟ ما لازم يكون معاه جمع علم الدين، يكون جمع علوم الحكم والادارة الدولة والسياسة الشرعية. مين الوزير في الاسلام؟ عارفين سيدنا يوسف نموذج الوزير في القرآن. سيدنا يوسف وزير المالية. يا جماعة احنا مش دين دروشة يا جماعة. كان في نبي مخترع عسكري داود عليه الصلاة والسلام. كان في نبي اولي على اختلاف الاقوال ذو القرنين، كان مخترع، كان عالم كيميائي. لما قال اتوني زبر الحديد وعمل نظام السبائك اللي لغايه دلوقتي بيقولوا اعجاز علمي في القران في النظام الكيميائي. كان في نبي وزير ماليه، وزير ماليه او ده نظام تعيين المسؤولين والوزراء. وزير ماليه قال اني حفيظ عليم عنده علم في الاقتصاد. ولما قال فزروه في سنبله الا قليلا يبقى عنده علم خبير زراعي في نفس الوقت. وحط خطة 15 سنة لمصر والمنطقة كلها يبقى عنده علم في القاهرة والتخطيط. سيدنا سليمان فخر كل العلوم الدنيوية لنصرة الدعوة. يبقى اذا يا اخواني في الله احنا مش دروشة ولا حاجة، احنا عندنا. طب والبنوك؟ البنوك بكل بساطة، البنوك دي اسهل حل في المشكلة كلها. البنوك اللي خربت مصر دي وخربت الامة دي اسهل حل. هنعمل ايه؟ هتتحول من مؤسسة تتعامل بنظام الربح الربوي الى مؤسسات تتعامل بنظام الربح الاسلامي، من مؤسسات مضاربة حرام الى مؤسسات مضاربة شرعية لا تشغيل اموال. بس بكل بساطة، بكل بساطة. يمنع ان اموالها تخرج برا عشان تشغل الشباب هنا في مصر، بس عشان فلوسنا تاخدوها تشغلونا بيها، مش فلوسنا تاخدوها تدوها للغرب يتنعم بيها. بس يا جماعة الموضوع احنا مش في لوغاريتمات يا اخوان. يا جماعة القضية اساسا قضية اخلاقية. زي ما قلت لكم قدامنا هي البنوك الاسلامية، وان كان في تحفظات على الوصف الكامل ايه، ما قدامنا هو المواريث وبيروحوا يكتبوا الورث بغير شرع الله. ما قدامنا هو يا اخواني القضية فينا. والذي يفعل المادة الثانية في الدستور هو احنا. احنا اليوم ما نفعلها الناس مش هتقدر تتكلم معانا. ما حد 1,400,000 جندي من جنود مبارك ما قدروش يقفوا قدام جزء بسيط جدا من الشعب. يا جماعة احنا المشكلة فينا يا جماعة، القضية فينا احنا. ثم يعني تقسيم الشعب الوقتي لناس نزلت التحرير وناس ما نزلتش التحرير، ده كلام فارغ. مصر تلك الدولة الاسلامية العظيمة محتاجانا كلنا الوقت، محتاجانا كلنا. واحد بيقول لواحد بيقول له انت كنت فين؟ قلت له قول بقى انت اللي كنت فين، انت اللي كنت فين لما بقالنا 20 سنة امن الدولة كل ليلة محددنا انه يعمل لنا قضية. كنتوا فين لما اخواننا واقرب اخواننا لنا حتى الان محطوطين في قضية وضابط الامن قايل لي فلان ضحك كده وقال لي ما انتش هتشوفه تاني يا دكتور حازم، كانه يكتشف في اظن يتحكم عليه بالاعدام. لما واحد من اقرب اخوانك وانت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتنطق قدام هذا هتعمل ايه؟ كنتوا فين لما كان بيتقال لنا اللي هينزل المسجد الفلاني هيتعمل له قضيه؟ وهذا الكلام سمعناه لينا مباشره ولكل الناس. يبقى اذا يا اخواني تقسيمه مصر الوقت، اللي نزل التحرير واللي ما نزلش التحرير، واللي حصل القصر الرئاسي واللي ما حصلش القصر الرئاسي، واللي كان هيقتحم بسبيره واللي ما كانش هيقتحم بسبيره. هذا الكلام يا اخواني كل اللي قاعدين دول جنود لله، كل اللي قاعدين دول
جنود للإسلام، كل اللي قاعدين دول كلهم أقصى أمنية ليهم شايلين كفانهم على إيدهم من أجل نصرة شريعة الله. والجهاد لسه جاي ياما، ده لسه يا جماعة اليهود ولسه الأمريكان ولسه الأنظمة العلمانية اللي هتضغط علينا الفترة الجاية من أجل حكومات غير إسلامية، ولسه استغلال أمريكا للأحداث للدخول. ولو أمريكا ما عرفتش تغير الأحداث لصالحها تفجيرين في كنيستين ويلا يا عم نحمي النصارى، وتلاقي الجيوش الأجنبية داخلة. لسه يا جماعة لسه القضية محتاجة رجالة. التغيير الحقيقي لسه ما حصلش، او التغيير الاكبر لسه ما حصلش. ذلك الفاجر، ذلك الكائن الفاجر، وذلك الحكم الكفري، وذلك الدكتاتور تشال. هنعمل ايه بقى؟ فننظر كيف تعملون. هنعمل ايه؟ كل واحد فينا مطالب انه يشتغل في الدعوة، كل واحد فينا مطالب انه يعمل حاجة لدين ربنا. كل واحد فينا، امبارح كنا نازلين في الشارع بنكنس وبننقش وماسكين كلنا الفرشة بايدينا قاعدين ننقش، عايزين نعلم الناس السلوك الاسلامي بالدين، مش اللي يصلح بقى هو العلمانيين. احنا اللي لازم نصلح، احنا اللي لو ما غيرناش مش الدنيا دي مش هتتغير. احنا اللي لو بننزل نكلم الناس في الشوارع، اسألوا من نزلوا الى الناس في الشوارع، يقولك الناس كلها عايزة تتغير. ان الشباب الضائل بعيد عايز دين، الناس كلها الوقت عايزة تتغير. يا جماعة دي مسؤوليتنا ورسالتنا الوقت، ان احنا لازم نغير الناس باذن الله سبحانه وتعالى. يعني علمت ان شيخ ابو اسحاق ان شاء الله الحويني جاي ان شاء الله في المؤتمر اللي عند الاستاد في الرابعة عصرا باذن الله سبحانه وتعالى. فمن شاء منكم ان يستمع الى كلمات اهل السنة في ذلك الموقف وفي تلك الازمة الحالية فليذهب الى هناك باذن الله وبقدر الله. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم اذن لشرعك ان يحكم، اللهم اذن لشرعك ان يحكم، اللهم اذن لشرعك ان يحكم. اللهم انصرنا على اليهود والامريكان، اللهم انصرنا على اليهود والامريكان. اللهم الف بين قلوبنا على اذكار قلب رجل منا. اللهم يا ربنا اذن لشرعك ان يحكم. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم انا تبنا اليك ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك على ان لا نعود الى الاثام ابدا. اللهم يا ربنا اذن لهذه البلد ولهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويحكم فيه كتابك يا ربنا. اللهم انا نشهدك اننا لا نريد الا حكمك. اللهم انا نشهدك ان راضون بك، راضون بشرعك، راضون بحكمك. اللهم يا ربنا، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر. اللهم انصر دينك واعز اوليائك. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجمع بين قلوبنا على اتقى قلب رجل منا. اللهم يا ربنا، اللهم بعد ان فتحت لنا الابواب لا تجعلنا نغلقها بايدينا. اللهم يا ربنا بعد ان فتحت لنا الابواب لا تجعلنا نغلقها بايدينا. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجمع بين قلوبنا جميعا على اتقى قلب رجل منا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.